ضمن خانة فيديوهات روتيني اليومي نشر شريط فيديو يصعب وصفه أو تصنيفه، حيث ظهرت فيه المعنية بالأمر في لقطات ومشاهد مخلة بالحياء. وقد عمد عدد من رواد موقع فيسبوك إلى إعادة نشر المقطع الذي ظهرت فيه بطلته مرتدية ملابس تكاد تغطي جزءا من جسدها المترهل، وأرفقته بحركات وإيحاءات حيوانية ذات طابع جنسي محض. وقد قابل مجموعة من المغاربة هذا الشريط الجنسي بانتقادات لاذعة وردود فعل غاضبة، ما يستوجب تدخلا من الجهات المختصة لوضع حد لهذه المهازل التي تسيء إلى صورة المرأة وتكرس تلك النظرة التي ترسخت في أذهان العديد من أبناء الشعوب العربية. هذا وقد لجأت العديد من السيدات إلى منصة يوتيوب لعرض مؤخراتهن في مشاهد فاضحة بدعوى أنهن يقمن بأشغال البيت. هذه الفيديوهات التي يتم تصويرها في الغالب من الخلف داخل المطابخ وتظهر مشاهد مخلة تقابل باستهجان واستنكار شديدين وسط مطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية بمراقبة محتوى ما يبث في قنوات يوتيوب.